اليوم يعني لو ميساج متوجه لجميع ساكنات مدينة الدار البيضاء، نرفعوا التحدي كاملين كبيضاويين على أن مدينتنا إن شاء الله نهار ثاني عيد تكون مدينة جد نقية بحال ما كانش عندنا العيد. هذا الشيء باش غادي يكون واحد المجهود، واحد التحسيس. الشركة قامت بواحد المجموعة ديال يعني الأشياء اللي خرجت اليوم، شاحنات اللي كدور، كاين وسائل الاعلام اللي مساعديننا، وحنا كنشكركم جزيلا على هذا التجند اليوم، لانه غادي يكون له لصالح مدينه الدار البيضاء. طبعا عمال النظافه كيف قلت غادي يخدموا 24 ساعه على 24 ساعه، 5050 عامل نظافه اللي غادي يشتغلوا في هاد الثلاث ايام، فحنا خصنا نكونوا حتى حنا انسانيين ونخموا لهم. يعني الكيس راه توزعات مليون كيس اللي توزعات بالمجان على صعيد جميع مقاطعات. اليوم راه معايا بعض رؤساء المقاطعات هنا حاضرون اللي حتى هما متجندين على صعيد المقاطعات من اجل انجاح هذه العمليه. الغرض طبعا وهو الساكنه توضع الاكياس اللي وزعنا على صعيد المقاطعات، غادي يوصلوهم كاملين، يتوضعوا هذوك الاكياس يتسدوا بهذوك السوائل ديال الاكباش ويتوضعوا داخل الحاويات. الله يخليكم ما يحطيوهمش في الارض، ولان لو كاميون راه غادي يدوز مره وجوج وثلاثه واربعه طيله اليوم باش ما نخليوش تراكم ديال الازبال. هذا تشالنج، لان الدار البيضاء مدينتنا كبيره ومدينه اللي بغيناها جميع، بغيناها تكون مدينه نظيفه، ما بغيناش يكون نفايات اللي غادي تعطينا روائح من يوم الثاني ديال العيد. فالله يخليكم، يعني اي واحد فينا هنا حاضر يوصل الميساج الاخر والاخر والاخر، لان كنا بيضاويين كنا كنبغيو مدينتنا. هذا عمل انساني، عمل تطوعي، وعمل طبعا اللي غادي يكون فيه تلاحم الجميع، لان مسؤوليتنا جميع، ما كتبقاش مسؤوليات مجلس مدينه الدار البيضاء. اليوم مجلس مدينه الدار البيضاء داير واحد العمل جد جبار، وهنا كنشكر السيد نائب الرئيس اللي ساهر بيرسونيلمون يعني منذ ايام وهو متجند على هذه العمليه اللي بغيناها تنجح، وراه بلا بكم ما غاديش ننجحوها. حنايا كنا اليوم ما كاينش رئيس، ما كاينش كلشي رؤساء ديال مجلس مدينه الدار البيضاء، كنا مسؤولين اليوم باش ننجحوا هذه العمليه. وان شاء الله انا واثقه على جميع البيضاويين، كيف ما كتبغيو مدينتكم تكون جميله غادا تكون نقيه، وهذا تشالنج. نبغي الصحافه يوم ثاني العيد تخرج وتشوف في جميع احياء، تمشي للبرنوصي، تمشي لسيدي مؤمن، تمشي لعين سبا، تمشي حي محمدي، تمشي لانفا، يعني غادي نلقاو نفس يعني نفس الجوده ديال الخدمه ان شاء الله. ونعاودوا نستحضروا على ان رجال النظافه خصنا نحييهم وتحيه كبيره ونساعدهم في العمل ديالهم، ما نخليوش شي حاجه اللي تضر بهم، لانهم انسان ومسكين هو كيف ما قالوا، راه دوك القطيبات ما غادي ياكلهم حتى ل 12 الليل. شكرا.